السلام عليكم. السلام أو عليكم دكتورة سامي، كريمة. حياك الله. السلام عليكم دكتور إبراهيم. أنا اتكلمت المرة اللي فاتت بخصوص المدرسة، لي بس كلمة واحدة، هل يا ريت تقدروا تخصصوا لنا حلقة لمشاكل الأبناء الذين يعيشون في الخارج؟ دي نقطة. السؤال حاضر، الثاني، وعدناكم بها إن شاء الله أخوي سامي. حلقة. والسؤال الثاني، هل الدكتور إبراهيم لديه الرغبة في دعوته لألمانيا لمدة يومين لحل بعض المشاكل وإلقاء بعض المحاضرات؟ وجزاكم الله كل خير. إن شاء الله، شكرا جزيلا لك. طيب، هذه كل المداخلات إن شاء الله بنرد عليها، لكن بعد فاصل، وبعدها نتواصل مشاهدينا الكرام. بعد قليل نتابع ما تبقى من محاور حلقة الابن المزعج وكيف نتعامل معه. الشارقة، مجلس الشارقة للتعليم، جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، الدورة 15. تعلم أن ليس المهم ألا تسقط، ولكن المهم هل ستنهض ثانية أم لا. جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، الدورة 15، أداء متميز لتحقيق تعليم أفضل. أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من موسوعة الأسرة مع دكتور إبراهيم الخليفي. وطبعا هذه الحلقة خاصة للطفل المزعج والمشاكس، كيف نتعامل معه. دكتور، نبدأ برد على المكالمات. أم صالح من الأردن تقول حريصة دائما على مراقبة السلوك الخطأ لدى أبنائها، وتقول أبنائها تأثروا ببعض السلوكيات الخاطئة لأطفال في البناية لديها، كيف تتصرف معه؟ سمعت السؤال هذا، وأنا بس أبي أقول لهم أم صالح، إذا ذهبت إلى حديقة عامة وانتشر أولادك في الحديقة العامة مع أولاد الآخرين، ثم تنادى الناس إلى غدائهم أو إلى يعني الشاي بتاعهم، وفرشت سفرتك، هل سيدخل أحد من أبناء الجيران ضمن سفرتك؟ هل أحد من أبنائك سيذهب إلى سفرة جيرانك؟ أم أن الجميع سيفيء إلى سفرته؟ التربية هكذا. التربية إحنا عندنا خيوط نربط فيها أولادنا، مهما بعدوا في النهاية نصف القطر إحنا اللي نتحكم فيه، بالحب وبوضوح الرؤية وبالتأكيد على الذوق الخاص بالأسرة. هذا يصنع نوع من المجال الكهربائي الكهرومغناطيسي اللي يحكم الأولاد ويخليهم قريبين من سفرته التربوية. فما في ادعاء أنا لا أصدق ما لم يكن هناك ضعف في الذبذبات، ضعف في جذب الأولاد إلي. ما أصدق أن أولادي إذا ذهبوا يذوبون في الآخرين، ما أصدق. أنا أعرف شخص كان أبوه وهو ساكن مع أبيه، ليس له سلطة على أبنائه، وهم الأبناء يرون الجد أكثر مما يرون أباهم. بإيش؟ أن الأب كان هو المصدر، مصدر المعرفة. الجد مصدر الأب. الأب مصدر الحب. الجد كان مصدر يعني الدلع والدلال. وفي يوم من الأيام الجد هذا اشترى للأبناء شيئا، والأبناء منهيين كانوا قد نهوا أن يأكلوه إلا في وقت محدد، مثلا الأسرة محددة وقت يعني. فجلسوا أخذوا من جدهم وجلسوا وقفوا أمام أبيهم ينتظرون الإذن. فالجد زعل، قال مرهم فليأكلوا. قال له يا أبتي أنت مرهم، أنت جدهم. قال أنت تعلم أنهم لن يستمعوا إلي. شوف الجد المدلل الأبناء لن يستمعوا إليه. لما؟ لأن الإبن كان قد ضبط المغناطيسية، ضبطها بالحب، ضبطها بالنظام، ضبطها بالتفاهم، ضبطها بالاحترام، وعرف الأولاد أنه هذا اللي لهم وهذا اللي عليهم. فمرة ثانية يا أختم صالح، ضبطي مأدبتك وكثفي العلاقة بالأبناء، وكثفي الحب، وكثفي التقدير، وكثفي الاحترام، وكثفي الشورى، واجعليهم ينتمون لهذا النظام، وبيني لهم أن نحن مختلفون. قولي لهم نحن مختلفون، الآخرون قد يأتون أشياء أخرى احنا ما نأتيها، ما نعرف إيش ظروفهم، لكن احنا بالنسبة لنا هذا لا نأتيه، لا نفعله. زين، وتواصوا أنتم فيما بينكم، لو فعله أحد منكم أنتم بينكم، لا تجون تشتكون عندي، حلوها بينكم. على الأسرة أن تضبط مأدبتها التربوية. واذكري هذا المثال، مثال الانتشار في الساحات العامة، ولكن عند التنادي إلى
ما 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 سن يعني نتغذى عليه احنا لنا غذائنا الخاص. نعم. طب دكتور الا تعتقد يعني ام صالح ينطلي عليها ونحن تعلمنا منك دروس كثيرة عليها. يطبق عليها عذرا ونحن تعلمنا منك دروس كثيرة يعني سياسة أين الذبابة؟ تقول أنا أرصد سلوك الخطأ. أنا ما انتبهت إذا كنت يا أم صالح فعلا تركزين على السلوكيات الخطأ فهذا ليس عدلا. هذا 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 منفر لأبنائك يروحوا إلى مأدوبات الآخرين. لا هذا هيهربوا منك إلى سفر أخرى. لكن لا أنت كوني عادلة بل أن ركزي على الإيجابيات. نعم. فإن وجدت سلبية ممكن أن تتغاضي ممكن أن تكلمي صاحبها بينك وبينه وقللي من ذلك. طب أخ حسين عندما تعززين سلوك الإيجابي سيختفي السلبي. نعم. حسين أخونا أخونا حسين من السويد. حسين طبعا هذه مشكلة كبيرة جدا. نعم. مشكلة كبيرة طلب منا أن نخصص أيضا حلقات إن الأطفال في أوروبا. نحن معظم مشكلاتنا سببها أن نحن نحول أبنائنا من يعني بالضبط كمن عنده سمنت طري وهذا الأسمنت ممكن يصنع منه شيء جميل عمود أو يصب فيه سقف أو يصنع منه منشأة ولكن جاء وكب على قارعة الطريق فإذا ما نشف هالأسمنت صار مطب صار عثرة في طريق المسلمين. أنا دائما أشبه الولد الشقي اللي يعني ما بيشبه شقي أنت خش فكرة قلتي لي قلت لا تكون شقي لسنا أشقياء إن شاء الله وليس من أبنائنا شقي إنما هم مشاكسون هم أصبحوا عثرة بسبب أن احنا جينا وكومناهم دون أن نهتم بالموارد. يعني اليوم عندما يجي الطفل ويشاكس داخل الفصل هذا إشارة رسالة للمعلم يقول لك فيها الولد هذا أني أنا ماني مستوعب طريقتك يا أخي ما جذبتني خطط لي روح شيل همي في البيت وفكر كيف أنت ممكن تشغلني صح. يعني احنا ليش ما نحول هذه المشاكسة إلى رسائل تدعونا للتفكير ونقبلها كتحديات وقل ربي زدني علمها يعني يلعل الله يزيد علمنا بها ليش ما بدل ما نجي ونشيل همها ونعطي إشارات أنك يا فعلتك يا ترى نحرق أعصابنا هو لن تحترق أعصابه بالمناسبة يعني هم بعدين راح يطوروا جلود التماسيح صحيح وصبر الجمال يكون عندهم مناعة وبعدين هم عاد يصير عندهم كفران بالنظم كلها ويصيروا ناس سلبيين ويتحولوا إلى ما يخشاه أخونا الكريم من أنهم يصير الذكاء يسخر ضد التنمية بدل أن يصبح في صالحها. نعم. فأنا بقول لو 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 يوعى الوالدين لا تمل أخي من توعية الوالدين ومن عقد الندوات ومن عمل البرامج لأن المدرسة إحدى أهم أنشطتها أن تعمل نوادي تفجر فيها هذه الطاقات الإبداعية وعليك بتبني هؤلاء الأذكياء وعليك أنا أنصح كل مربي يرى طفلا المعيا أو ذكيا أن يقول له يا ابني استوعب والدك أنت استوعب والدك مبكرا نقول له استوعب والديك أنت مبكرا. نعم. طور the self parenting within. نعم. طور والديتك الخاصة بك بذات. احنا قلنا الوالدون ثلاثة والدة لها ثلاثة أرباع البر وهي الأم ووالد له ربع البر وهو الأب ووالد له كل البر وهو أنت. أحسنت. طيب. كفى بنفسك اليوم عليك عزيبة نطور مبكرا المراقبة الذاتية والأوتونومي في طلب المعرفة وخلي الولد تصبح معاناته أنه كيف يقنع أمه وأبوه أنه يجيبوا له المزيد مبكرا في المدرسة هذه التم وترى بالمناسبة معظم النابهين في منطقتنا الخليج هذا بصفتنا احنا يعني تأخر تعليمنا شوية هم صنائع معلمين من أمثالك يا أخي الكريم تبنوهم في غياب وعي عند الوالدين يعني الولد الأب يودي ولده المدرسة لكن على المعلم أن يتبنى اليوم عليه أن يتبنى هذه النوابغ هؤلاء النوابغ وأن ينمي. تريد أن تقول تغير المعلم في هذا العصر قليلا دكتور عن السابق؟ لا احنا الحين ما دورتك يوم أبهاتنا أميين كان النتاج يعني زين لحين لما وعى الآباء تثقفوا في أمور كثيرة إلا التعليم شوية أو التربية تأخرت الثقافة فيها لعل إن شاء الله الناس إن شاء الله ترفع مستوى الحوار التربوي لما يكون في مجالسها لما يكون هناك علماء مثلك يعني في الوطن العربي يعني إن شاء الله بإذن الله يعني موضوع التربية هذا بياخذ مجرى أفضل بكثير. أم عبد الله من المملكة العربية السعودية ويعني مشكلة ابنها عندما مشكلة الإنترنت هذه مشكلة كبيرة جدا حقيقة هي شوف ستي أنا هذا له صلة بقضية الاستغفار يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني أولا الله جل وعلا أفرد آيات طوال في كتابه الكريم للأوابين والمستغفرين والتائبين